يا لهوي في ايه يا سعاده البي؟ انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البي. حضرتك انا مش عايزه، انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البي. يا لهوي يا لهوي سعاده البي، يا لهوي يا لهوي. التليفون يا اخويا. استر يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه، الست موجوده؟ لا مش موجوده، خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء، سناء مش هنا، انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. هو في حد قال لك حاجه ولا يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه، الحمد لله عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص، الله الغني، انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطية مش ناسي حاجة يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله، انا مش بوستك ولا البوسة ما عجبكيش ما عجبكيش نهيت؟ اي حاجة منك بتبقى حلوة، بس فكر. الله، فكريني يا وليا ان كنت ناسي حاجة. ايه وليا دي يا اخويا؟ شايفني واقفة لك لبسة لك عباية سودة ولا واقفة لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفة في طابور العيش مش بني آدمة برضه، بس انت بقى أحلى من 30 واحدة من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وأنت مش واخد الحباية يا عطية، هو ده اللي أنت ناسيه. لا أنا مش ناسيه، أنا نفسي أبطل. وأنا ساعديني يا حبيبتي. هو أنت مش قلت لي إن ما فيهوش إدمان ولا حاجة؟ يا خرابي، ده أبو الإدمان. يا أخويا يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشربه؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده، هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي، مفيش منه للنسواني عطيه. بوب 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 بوب. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحراميه. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوه قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شويه شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوبايه شاي. تعال. فين؟
يا سردينة. ايوه اعمل شويه شاي لابويا. حاضر لما اخلص بروح على البيت. عيني انا غلطت تعويره. مين اللي بيقول تعويره؟ هو فين ابن الكلب ده؟ خلاص يابا خلاص يا عم خميس اعصابك. هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه دعاية العبيط. كده بقى خلاص بقى بيده بقى اتكل على الله ولمها. ده راجل كفيف. ماشي يا عم عشان راجل خفيف بس انا ما غلطتش في الشريفه. يعني شريفه غصب عنك وعني. هو فين الكلب؟ انا هخلط عشان ابوك. بنتي برقبت عينك كلهم. اوعى اوعى فخم بنتي واللي هسمعه قولها بعد كده تعويره هيكون اخر يوم في عمرك. خلاص يا بحوغار يلا نروح بقى. هيحرمونا نروح على القهوه كمان. يا زال الكلام يا بنتي كلب يا واطيه. ما خلاص بقى يا والله. ايه يا خميس في الرايحه والجايه يا العيال عماله تقول لها يا تعويره يا تعويره. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. يا بنت الكلب دي هي اللي غازه راسنا في الطين ومخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى يما هي البين الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرف بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك استنى عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح. وطوا صوتكم بقى كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس كتكنيله. اتفضل. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسننها. تقولي يا حاجه دي اختي ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا استاذ سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله. اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد تعبناك والله. تعبك راح يا ابله. ولا ركب البطاريه اللي قبله يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه. والله بتفكريني بالمرحوم امي. ربنا يديكي طول العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه. ان كان ولا بد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى انا هعمل الشاي. العربيه تعبانه قوي يا ابله ليلى. ان وانت بس انك تغيريها وانا اجيب لك عربيه صاحيه وهتدفعي واحده واحده. لما افكر هبقى اقول لك. انت بنت حلال يا ابله ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. انما انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي يا ابله ليلى؟ نصيب يا استاذ سعيد. كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه ما تخصميش عليها الا الجواز لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين يا ابله ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبورت وعنستي. لا ده انت زي الفل. ده انت في عزك في عزك. اه والله العظيم يا ابله ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا يرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب اقوم انا بقى دوشتكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامه يا اخويا. السلام عليكم. اتفضل. ناقصه ايه دي بس يا رب؟ ناقصه ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك يا ابله ليلى.
سلام وصباح. دي كل يوم ترجع الحته شايله الكيس ده في السعاده. يا ترى الكيس ده في ايه يا بيتا؟ في فيل يا عم. ركز يا عم في الدماغ. الفيل صغنطين خير يس. لا حشيش بيحوق ولا برشام. طب ايه نطلع سلمه؟ سلمتين ثلاثه احسن لنا. ايه يعني اوديخي فين يا زحا؟ ياما بتعمل ايه تحت السرير؟ بوضب الكركبه دي اللي تحت السرير. كركبه؟ طب نامي ياما الصباح رباح. ما انا هنام. نسيت افوت على خالتك سعديه اديها العلاج حبيبتي يا اختي. لا ياما ما تقلقيش، انا فوت على خالتي اديتها لبرشامه. بجد بجد يا بنتي فيك الخير. اعمل ايه؟ ما هو اتصلت ما بقتيش مركزه غير في الزباله اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. ياما لو انتي مفكره ان انا مش اخده البالي ان انتي كل يوم بتدوري تلميلي زباله القطن من الشوارع وتيجي تتفسهالي هنا تحت السرير. بس ورحمه ابويا ياما، ورحمه ابويا، ما انا نايمه على المرات دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا ياما، ما هو هتكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اعملي ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي ياما؟ الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض. كل يوم تاني زبطك بتتودودي انت وبسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقة يستحمل مصروفنا. ادي السباله اللي بلد بكاني. خلاص ياما بقى. ادي السباله اهي. خلاص ياما والنبي اهي. خلاص ياما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مره معايا على السلم ولا في الحاره. ورحمه امي لقطع خبرك انت وهو. لما كل البنات بتجيب قطن نضيف، سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبه ولا مخده. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي بشحطتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الأرض وأنت بتلمين القطن من الزبالة؟ فين يا ام؟ نايمه معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمه ايه؟ ده لسه شايفه بتبص من الشباك. يا ابني يا حبيبي نايمه معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا ام. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا انا اكلت سندوتشين كبده بره. صباح الخير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش
من اللي بيشوفه في الشغل. استحملي. استحملي؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعة ومع أصحابي. في إيه؟ هو أنا عيلة عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعة. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، وإذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شوية. ما هو خوفك ده يما اللي مودينا في 60 داهية. أنت عايزة إيه؟ عايزاني يعني أملك أضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا أضرب أنا قلمين على وشي. تصبحي على خير. من أهله. صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدات تلخبط وتلوك في الكلام وانت صغيره والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي جيب سيرتي بكلمه. ما حدش هيقول في وشك حاجه، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلم هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، اما نمشي احنا. اما امرك عجيب. بقولك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي يا ست؟ انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيب ورثك؟ معاك كل حاجه قبل ما يموت، واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه، ما دام ما احترمتش عظم التربه اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولمي حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجه تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه. عبدالله ايه اللي منيمك كده؟ قوم الا تتهوى. يا صبوحه صباح الخير. صباح النور. ايه اللي منيمك كده؟ وطي صوتك يا بنت الام تسمع. امك تسمع؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ وانا انام فين يعني؟ اروح انام في فندق؟ او نمت وخلاص. ايه اللي معاك ده يا بنت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ. هات، انا ميت من الجوع يا واد. ده اكل بايت بايت بايت. بقولك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودة. ولا سودة ولا بيضة. خدت شويه لمض من الشغل قلت ابيعهم، ربنا سترها. اللمض، اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونه. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ اقول له بقى ان انت شلت الكرتونه وحطيت اكل الفراخ. كان زمانك دلوقتي بزمين في ابو زعبل. يا لهوي، ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم. واحد يعني مهموس جم قبضوا عليا. يا لهوي، امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا لا لا، ده واد تاني خالص. نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح بحط اكل الفراخ، عاوزه حاجه؟ اه يا بنت تعالي عايزاكي. حاضر جايه اهو. ما تقولهاش ان انا نايم بره. ماشي. عشتينا يا بنت. انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده ولا حاجه. ما تلم نفسك. قطه صغيره بس. يا بنت. اوعى. حلاوتي. صباح الخير يا خالتي.
يسعد صباحك يا اختي. تعالى كش. خير؟ عايزاكي. الواد عبد الله نايم بره؟ لا مش بره. انت بقالك ساعة قاعدة تتوشوشي تتكلمي معاه. ما تستهبليش عليا يا روح امك. ما هو اصلي يا خالتي. ولا اصل بقى ولا فصل. ما احبش الكدابين. خدي. خدي يا اختي. 5 جنيه اهي. انزلي اشتري له فطار. حتة جبنة رومي على حتة جبنة بيضة شوية فول. قال لي يفطر حار ونار في جدته. قال لك على المصيبة اللي عملها؟ قال لي يا خالتي. طب اسمعي بقى. انت هتبقي مراته. والمرة ضمير جوزها. إذا قبلتي يدخل جوفك ولا بيتك قرش حرام هتعيشي طول عمرك ندمانة وصدمانة. أنا بقول لك أهو. لازم يعرف ان هو عمل عمله سودة محدش هيسامحه ولا يقبلها منه ابدا. فهماني؟ ايوه فهماك يا خالتي. يلا يا اختي يلا انزلي جيبي له الفطار وما تقوليلوش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ ماشي يا خالتي. واسمعي بقى. تكدبيش عليا تاني يا روح امك. انا بقولها لك كلمه هيحطيها حلقه في ودنك. ها؟ ده انا اللي مربيه امك ومربياك. ماشي يا خالتي. حاجك اطمر رقبتك. انت يا بت ال 5 جنيه دي على فكره يا بت اكلك اتحسن. امسكي. سيبك بقى من مولد الضمير بتاع امي ده. دي بقى قطه يا بت. يا لهوي. ايه يا بت في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي. ده الديك بتاعك على الضيق. ازيك يا ست صفيه؟ الحمد لله. لك عين ترقاها وانت واكل حق الغلابه. ايوه يا دكتور. دريت يا سيدي بالمصيبه اللي حصلت؟ الاخضر دخل جدول اول. عرفت؟ اعوذ بالله. هو انت يا اخي مفيش حاجه تستخبى عليك ابدا. طب اقول لك ايه؟ طالب منك خدمه. نزل لي كام واد كده من العيال بتوع الارياف يعسوا هناك. ها يجيبوا لنا المتوفر قبل ما يوصلهم النشره. واللي يجي لك بس هاتهولي مالكش دعوه انا فلوسي حاضره. مع السلامه يا دكتور. ماليش بركه الا انت. سلامه يا حبيبي. شكرا يا شوقي. الو. ايوه يا شوقي. وحشتني قوي يا ولا. ايوه يا ام. ازيك عامله ايه؟ وحشتني قوي. وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا ام غصب عني يا ام. معلش قولي لي عاملة ايه واختي عاملة ايه وابويا عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. انا نازل يا زينب. عايز حاجة؟ عايز سلامتك يا اخويا. بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تلاقي حد من اصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد. ولا يمكن يا اخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخويا اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطر. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره. البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟
لا ده كله فين وفين لما يفتكر ويكلمني. لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه يا رب. ادعي له يا اخويا. بدعي له يا اختي. ربنا يهديه ويهدينا جميعا يا رب. انا نازل. مع السلامه يا اخويا. بالسلامه. مصلحه عزك يا عم. انت بتقول ايه؟ انا ما صدقت ربنا سطرها في موضوع اللومه ده. حط صوتك يا عم. قال صوتك ليه؟ انساني يا عم. المشوار المره دي نضيف. نضيف ازاي؟ ما هو لو نضيف احنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه. مصلحه سهله. عمك مصلحي عايز يعلم دورينه ومعهوش رخصه. عايز حد بس يامنه لحد ما يبني، وهو عارف الحقيقه هيرفع قضيه وهتتحل بالفلوس وهيدفع. اه طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلح يشاور رملته وطوبه واسمنته. خلاص الشيشه. خلاص يا ابني. لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمهم. ما يشونوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. اه طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشه واقعد شوف لك اي حد صاحبك من السكان لغيف اي حوار. ده هم اسبوع يعلم الدورين ونقفش. لو رئيس الحي عدى. لو الحي هد الدورين هد معاهم. يلا هد معاهم صح كده بقى يبقى مصلحه نظيفه. انت بقى هتعمل في المصلحه النظيفه دي؟ انا من جوه بقى بمنع المرور. ما تصحى يا عم. يا عم خليني نايم، احنا شغالين في النظيف. لا تنظروا الي هكذا، اني خائف. لست انا الذي سحبت الخصيه في اطفالكم جعلتهم خصيانا. لست انا الذي نبشت الخبر. سوري يا جماعه الكلام ده بقى تقيل عليا قوي. اسفين. لا التغيير بيتعبني. ايه اللي جرالي؟ شايفك النهارده كده مش مظبوط. عندي احساس غريب، حاسه اني محكوم عليا بقضي فتره حبس. ايه احساس البساتين ده؟ بقالي 20 سنه بحضر ندوات وبقرا جبارة ولينين. زهقت. عادي جدا كلنا بقينا كده. كلكم مين؟ انت بتريحني وخلاص. امال احنا بنيجي كل يوم جمعه هنا وبنتقابل ليه؟ بتتقابلوا يا اخويا عشان تفتكروا ذكرياتكم، واول ما بتمشوا من هنا كل واحد بيشوف حياته، محدش يتمسك بحاجه. يا سلام. بس بقول لك انت النهارده مش على بعضك. ما تشيلش في دماغك، انا ماشيه. ده موقف بقى. ولا موقف ولا حاجه، دي شحنه وطلعت عليك. هروح فين يعني؟ هتلاقيني متلقحة هنا الجمعة الجاية. بقول لك إيه؟ أنا همشي من غير ما حد يحس. سلام. ماشي. مش طايق تقعد معايا حبتين؟ خلاص؟ ايدك بتغلك على النت؟ انا مش قلت لك عايزك انا. طب هو انا قاعد معاك بقالي ساعة ما قلناش كلمة واحدة. ما احنا هنقول اهو. بص يا كريم، البيت اللي ما فيهوش مرة يعاش فيه العنكبوت ياكله. ابويا قال لي كده. مش فاهم يا رب. لا فاهم. فاهم وبتستعبط. اه عايزنا نتجوز. يابا انا ما بفكرش في الجواز. حد قال لك فكر؟ ما ان شاء الله ما فكرش. بس انا بفكر بقى. ايوه هتتجوز عم بركه. ايه لا بتضحك على ايه؟ ايه شاكك فيا ولا ايه؟ لا يابا انت تمام زي الفل. انا بكبر يا كريم والموت احنا اكتر ناس بنحس بشغلنا.
الموت ما بيخليش، ما فيش حد هيقعد. يابا ربنا يخليك ليا، انت عارف يعني انا ماليش غيرك في الدنيا دي. بس انا بقى ناوي اجيب لك غيري. اجيب لك اخ صغير كده تاخد بالك منه، انا لسه بصحتها لو اقدر برضه. طبعا عارف يابا، خلاص اتجوز اتجوز. لا شيخ، وانت تقدر ترفض؟ يلا ايه خلاص الدنيا تشالي بحالها. خلاص عم مبارك اتجوز على البركه. مبارك ايوه التاريخ. بتتاري على ابوك انا؟ يابا والله ما اقصد. بص بقى ايه؟ انا ناوي اعمل ايه؟ هجيب حتة بيت من البلد، لا ليها في الطور ولا في الطحين. اي يعني تغسل لنا غياراتنا بدل ما هي مقايحة على جتتنا كده، وتعمل لنا لقمة حلوة بدل الكشري اللي هرب بطننا. خلاص عم مبارك اللي يريحك. لا من ناحية تريحني؟ هو هيريحني بصراحة. أنا كبرت أنا خلاص. كبرت مين يا أبو كريم؟ ده لو والله عامل لك فرح تحلف بيه الحارة كلها. النبي إيه؟ في ايه يا ولاد؟ خلاص يا ولاد بدل ما غز المطبخ بطل.